هاي كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. اليوم نقص التمرين 45 وما درتش 42، لان 42 التمرين ما مفهومش اصلا. التمرين قال لك فيه لابارتي اشوري اشوفي بيا ما كايناش، عطي المهم تمرين ما مفهومش، انا ما بغيتش نديرو باش ما نطيحش في خطا مع التلاميذ. اذا هنا غنحاول انا ندير 45 ونشرح لكم مزيان ونفهموه. اذا بعد الفاصل ديال القناه كعادتنا المعتادة، ما تنساناش باشتراك لكتي أول مرة كتشاهد القناة، وفعل الجرس باش أي فيديو لحتو في أي وقت غادي يوصلك، ولايك تحفيزي إلا عجبك المحتوى ديال القناة ديال. إذن غادي نمشي إن شاء الله نبداو ليكزيرسيس. قالوا لينا هنايا عطاونا واحد المستطيل وقالوا لنا لا لونغور دان شون ريكتانغولار إي سوكمي. إذا لا لونغور هو هذا، إذا الطول ديالو من هنا لهنا في 50 ياش متر، يعني في 50 متر. اي دو لارجور اكس، وعطاونا لا فالور دو لارجور اكس، ما عطاوناش قيمه ديالها. قالوا لينا كيل سون لي فالور بوسيبل، اذا شنو هما القيم؟ منين هنا قالوا لي فالور يعني الاكس راه غتاخذ بزاف ديال القيم، ماشي قيمه وحده، ولكن تقد تاخذ جوج تقد تاخذ ثلاثه. ديما ردوا البال لا كيسيون، لا كيسيون راه كتبين لكم شحال من شحال من قيمه غتاخذها اكس. هنا قالوا لي فالور يعني راه كاينين بزاف. Pour que le périmètre, باش يكون المحيط دو شون سوا انفيريور ا. إذن باش يكون عندنا المحيط اللي هو البيريمتر بي خاص يكون انفيريور يعني صغير على شحال 240 ياش متر، باش يكون البيريمتر شنو هما القيم ديال اكس، باش يكون البيريمتر ديالنا صغير على 240 متر. اي هو جا حدد لي انا هو سون ار يعني لا سيرفاس ديالو اي سوا سوبيريور يعني اكبر سوبيريور على 1780 ياش متر او كاري. اذا شنو هما لي فالور اللي غتاخذهم هاد الاكس في هاد الحالتين؟ اذا كيفاش غادي نديرو باش نصاوبو هاد الحالتين؟ ركزوا معايا مزيان، غادي نبدا بالحالة الأولى اللي هي هادي. إذا شنو كنعرفو على العلاقة ديال المستطيل على ديال المحيط؟ المحيط هو هذا اللي بالأخضر. إذا المحيط شنو كيساوي؟ كيساوي لينا جوج بي. أشنو كتساوي بي؟ كتساوي لينا جوج ديال أ بي زائد جوج ديال بي سي. فوالا أ بي شحال هي؟ غادي نعوضو هاد البي في القيمة ديالنا. إذا غنديرو هي جوج أبي زائد جوج بي سي أصغر من 240 متر. غنعوضو كل ضلع بالقيمة ديالو. إذا أبي القيمة ديالو 50، إذا هي جوج ضربها في 50 زائد جوج بي سي هي إكس خاصها تكون انفيريور مناش 240. مزيان، دابا هنا خاصنا نحدو لا فالور ديال اكس. اذا هادي غتعطينا 100، غنحولوها لجهة اخرى. اذا هي لا فالور دو اكس 2 اكس مالا انفيريور جوج اكس اصغر من 240. قلنا هادي غتعطينا 100 زائد 100، كتبوها هنا زائد 100، وغادي تمشي من الجهة اخرى حيدوها باش ما تكتبوهاش، وغتولي ناقص 100. فوالا، إذا تعطينا دائما جوج إكس مالها أصغر منين؟ من 140. إذا القيمة ديال إكس غتكون صغيرة من 140، وغادي نقسموها على جوج. إذا إكس كياخد القيمة الأولى اللي هي 70 متر. إذا أول قيمة كياخدها إكس هي إكس مالها باردون، إذن إكس مالا صغيرة أو تساوي 70. نديرو هنا أو تساوي، ما قالوها ليناش ولكن ماشي مشكل، ديروها صافي. فوالا حنا لقينا لا فالوغ الأولى، هذه القيمة الأولى ديال إكس. دابا غادي نمشيو ناخدو القيمة الثانية ديال إكس، غادي نمشيو للعلاقة الثانية ديال. إذن قالو لينا الثاني بأن لا سيرفاس ديالو خاصها تكون سوبيريور على 1780
وثمانين متر مربع. إذن هنا هاد لا سيرفاس، شنو هي لا سيرفاس؟ هي المساحة. إذن المساحة ديال المستطيل، إذن اس مساحة المستطيل كتساوي لنا هي الأبي، هو الضلع هاد الأبي مضروب في الضلع بي سي، مضروب في الضلع بي سي باش نحصلو على المساحة ديالنا. هذا أكبر من ياش 1780 متر مربع. غادي نعوضو كل واحد القيمة ديالو. إذا عندنا أبي هي 50، 50 مضروبة في البي سي اللي هي إكس، خاص تكون أكبر أو تساوي، نديرو أو تساوي ماشي مشكل، 1780. فوالا. إذا ملي كنوصل لهاد المرحلة عندي هنايا في، إذا هاد 50 غتولي قسمة، إذا غيولي إكس مالو أكبر من أو يساوي 1780 مقسومة على 50. إذا نديرو ماكينة الحساب ديالنا، غادي نحصلو على إكس غتكون أكبر من أو تساوي 35.6 متر. عاودو تأكدو، صافي 35.6 متر. إذا لا فالور القيمة الثانية اللي كياخدها إكس هي 35.6 إكس. واحد قال لي منين جبتي هذا المتر؟ واه مزيان، سؤال زوين، نعطيك الصحة ولدي، سؤال زوين. إذا هنايا هادي باش بالمتر مربع، وهادي باش بالمتر. إذا باش نختزلو متر مربع للمتر، غادي نختزلو بس اثنان، وغتبقى لينا غير المتر هنا اللي هي حطيناها في هاد الخانة هادي. إذا هنا خصنا نحددو لي فالور ديال إكس، شنو هما القيم ديال إكس؟ يعني كاينين بزاف قلنا ديال القيم. إذا القيم ديال إكس، لازم تمسحو السبورة. إذا قلنا القيم ديال إكس، إذا إكس لقينا الإكس في الحل الأول أنها مالها كبيرة على 70 متر، ولقيناها في الحل الثاني أنها صغيرة على على سوبيريور إكس كبيرة، لا هنا العكس، هنايا العكس، لقينا هنايا صغيرة على 70، ولقينا هنا كبيرة على 35.6 متر. هذا يعني شنو غنستنتجو؟ نقدر نستنتجو بأن إكس مالها غتكون محصورة ما بين القيمتين اللي هما 35.6 وما بين 70 متر. إذا جميع الأعداد اللي كتواجد ما بين هاد العددين هما راه حل، يعطيونا حل هاد المعادلة. إذا خليتكم على خير. بالنسبة للتمرين 42 راه ما واضحش مزيان، داكشي علاش ما درتوش.